السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم في برنامجكم كن أنت، وحلقة جديدة من خير خلف. خير خلف ولادكم اللي أنتوا بتحبوهم بالأصول. حد ممكن يقول لي هو في أب أم ما بيحبش ولاده؟ هقول بالتأكيد يستحيل، إلا إذا كان أمر شاذ. مفيش أب ولا أم اسمه ما بيحبش ولاده، بس حب عن حب يفرق. في حب بالفطرة وبالجبلة، وفي حب بالأصول. الحب اللي هو بالفطرة وبالجبلة بيشترك فيه كل من يتكاثر. يعني الطيور بتحب فرخها، الأسود والنمور بتحب ولادها، البني آدمين بيحبوا ولادهم. ده اسمه حب جبلة وحب فطرة. لو شفتوا الحب ده كل هدفه ايه؟ التكاثر بس، الإنجاب والحفاظ على الإنجاب. لكن في حب بالأصول. الحب بالأصول لا يملكه إلا الإنسان. لا في حيوان يحب ولاده بالأصول، ولا في طير يحب ولاده بالأصول، فراخه بالأصول، ولا في سمك حتى يحب ولاده بالأصول. بيحبه بالفطرة بس، التكاثر. أما حب الأصول ده للإنسان. ليه؟ الإنسان اللي ربنا كرمه هو اللي بيتحضر، هو اللي بيعمل مبادئ، هو اللي بيعمل قيم، هو اللي بيبني الحضارة. فلازم الإنسان اللي بيحب ولاده بالأصول بيطبق عليهم مبادئ الحضارة دي قبل ما يخلف، يبقى مستعد للإنجاب وعمل حسابه إن اللي هيجي ده هحطه في عينيا وهتفرغ له وله حقوق، مش هضيعه. ولا ببساطة يحدث طلاق، ولا يحدث فسخ للزواج والعيال يضيعوا. طالما فكرت اجيب ابن ولا بنت يبقى لازم ده مشروع، مشروع أسرة. ده اسمه حب بالأصول. كمان لما ربنا يكرم الإنسان ويحقق له أمله ويجيب ابنه ولا بنته بالأصول باستعداد، يعني هو مستعد، فربنا أكرمه وجاب له اللي هو كان مستعد له، يتفرغ له في التعليم، في الصحة، في حمايته من المخاطر، حتى من مخاطر الجيران ومخاطر التحديات كلها. لازم يحميه لحد لما يوقفه على رجليه ويرشد. بس هيديله سلاح العلم وأعلى درجة من درجات العلم عشان يطمن عليه، وبعدين هيقف بجواره حتى في بناء أسرته، ومش هيرفع إيده عن ابنه ولا بنته، ولا ابنك ولا بنتك، ما ترفعيش إيدك عنهم. حمايتك ليهم ورعايتك ليهم، وده موجود بعد حتى الزواج والإنجاب إلى أن يلقى الإنسان ربه. ده اسمه حب بالأصول. دول خير خلف اللي هم بيستجيبوا لآبائهم وأمهاتهم وبيمشوا على الطريق الصحيح المستقيم، وبيعيشوا مع حب الوالدين في تراحم، وبيحققوا للوالدين أمنيتهم في الاستقامة والتعليم والعطاء والإنتاج وحب بلدهم. اللي هيحب أسرته وبيحب بيته بالتأكيد بيحب بلده. مفيش حاجة اسمها حب بيت من غير حب البلد. ما هو البلد دي البيت الكبير، والأسر دي الحجرات اللي في البيت الكبير. طالما عرفت تحب أسرتك وتحب الحجرة اللي انت ساكن فيها بيتك ده، هو يبقى انت لبنة من لبنات البيت الكبير. عشان كده قلنا خير خلف، واتخذنا شعار حلقات خير خلف قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ضيفتنا الغالية النهاردة بنتكم وبنت مصر العظيمة،
اتخرجت من كلية الآداب قسم اجتماع جامعة قناة السويس في 2016، كملت دراسات عليا وحازت على درجة الماجستير في قسم الاجتماع الطبي. الاجتماع الطبي، وكل التحية لأساتذة علم الاجتماع اللي عرفوا ياخدوا أكثر المحاور الإنسانية ومن أهمها الاجتماع الطبي. وقدمت موضوع الماجستير وخلصته في 2020، تاريخ ما يتنساش، بعنوان رأس المال الاجتماعي وعلاقة رأس المال الاجتماعي بجودة خدمات الرعاية الصحية. ضيفتنا الغالية الأستاذة دميانة محروس رياض جبرة، أهلا بيكي يا أستاذة دميانة. أهلا وسهلا بحضرتك ونورتي البرنامج. بنور حضرتك، أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك النهاردة، بارك الله فيك. بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة، وبحب أوجه شكر وتقديري إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنان والتفاني، إلى بسمة الحياة وسر الوجود، والدي العزيز الغالي اللي بيعجز قلبي عن رد جميله، واللي ذلل لي كل الصعاب ووفر لي كل وسائل المساعدة ما شاء الله، وإلى من كان دعاءها سر نجاحي والله، وحنانها بلسم جراحي، لأغلى الأحباب. إيه ده؟ هو أمي الحبيبة. هو أنت صحيح كلية الأداب، أنا نسيت، فكلية الأداب أكيد كلامه أديب. قولي شعر ما شاء الله. وإلى أخواتي الأحباء رفقاء دربي في الحياة اللي بفضل دعمهم وتوجيههم ومساعدتهم قدرت أن أخلص الرسالة دي، وكمان سجلت دكتوراه. ولاي فتان الشكر ان اتقدم بخالص الشكر وعظيم امتناني برضو لاساتذتي اللي علموني وشكلوني علميا، الاستاذه الدكتوره سحر حساني، الاستاذ الدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول، والاستاذ الدكتور حسين انور جمعه اللي بفضل توجيهاتهم ودعمهم وصلت الرساله للناس. شكرا ليهم كلهم ولكل الاساتذه اللي بيقفوا جنب طلابهم وطالباتهم ويمكنوهم ان هم يبقوا خير خلف بجد يعني. وشكرا لوالديكي العظيمين. شكرا ولأسرتك الكريمة اللي وقفت بجوارك وجعلت منك عظيمة من عظمات مصر. ربنا يخليك. بفكرك، بمبادئك، بإنسانيتك، بتطلعك لخدمة بلدك. تسلم، ربنا يخليك. وحمد لله على السلامة، أنت جاي من إسماعيلية. الله يسلمك. وتحياتنا لأهل إسماعيلية كلهم، كل مدن القناة طبعًا. وكل مدن مصر من أسوان إلى إسكندرية. ناخد فكرة سريعة عن انت ليه اخترتي كلية الاداب، وهل ده كان مجموعك في الكلية في الثانوية عامة فاضطررتي، ولا انت اللي كان عندك اختيارات واخترتي الاداب؟ هو كان عندي تربية طفولة واداب، بس انا اخترت اداب، واخترت خاصة قسم علم نفس، قسم علم اجتماع اقصد، علشان خاطر هو بيدرس الواقع المعاش، يعني بندرس الواقع اللي احنا عايشين فيه، مشكلات انا وانت وكل الناس بيتعرضوا ليها، زي مشكله البطاله، مشكله الطلاق، مشكلات واقع معاش احنا عايشين فيها وبنتعرض ليها، فيمكن ده كان سبب اختياري للقسم والكليه يعني. بس انت لغتك فيها ادب، يعني انت ما شاء الله يعني الفاظك وعباراتك فيها سجع وفيها نسق وفيها بلاغه وفيها فصاحه، اللي كان ممكن تدخلي قسم ادب، للادب، علم الادب يعني. كان ممكن فعلا، بس انا حبيت اكتر بقى علم الاجتماع، عشان هو بيدرس الواقع، ف يعني بتخليك بتستكشف مشكلات وحلول للمشكلات اللي انت بتتعرض ليها، ف يعني ما فيش احلى من كده دراسه اعتقد. ما شاء الله عليكي، يعني انت بتفكري عقده وتحليها. بتدوري على ليه في عقده نحلها، ليه في مشكله، ليه المشكله دي ظهرت، طب نعمل ايه عشان نحل المشكله دي كده. واجمل يعني خدمه خدمه الانسان فعلا، مشكله الانسان، ليه انسان تزعلان، ليه مهموم، لا أيوه. نفك لك اسباب الهم ده، نقول لك عليه عشان تفكه. أيوه. ليه انت حاسس باختناق هنا، نفك لك اسباب الاختناق عشان تعرف تجد الطريق مفتوح. تمام. يعني خدمه الانسان الحقيقه، يعني خير الناس انفعهم للناس. فانت ما شاء الله عليكي اخترتي قسم الاجتماع، وكمان اخترتي الخدمات الصحية في الماجستير. ايه استفدتي اول من الكلية، وايه اللي خلاك تختاري قسم الخدمات الصحية وما خدتيش مثلا اجتماع سياسي، ما خدتيش مثلا اجتماع ديني مثلا، او غير، انتوا عندكم كم قسم اجتماع؟
أو كم فرع؟ في كتير معرفي وحضري وتنمية وصناعي وطبي، لا كتير ما تعدش، كتير عسكري يعني كتير. ما شاء الله. اخترت ليه الجانب الصحي؟ اخترت ليه الجانب الطبي؟ يمكن كانت الفترة اللي انا اخترت فيها الموضوع كانت والدتي تعبانة شوية، فكان جودة الخدمة ساعتها حسيت يعني ان ما احنا ممكن ندرس جودة الخدمة هنا في المستشفى ونطلع مثلا بحبة مشاكل بيعانوا منها نقدر نوصلها فنحل المشاكل دي فنحسن الجودة اللي موجودة في المستشفى. وكمان قريت في تخصصات كتير، يمكن قريت في تخصصات كتير في علم الاجتماع، بقى علم اجتماع ريفي، حضري، تنمية، علم اجتماع سكان، قريت يعني جبت كتب في كل قسم كتاب وقريتهم، حسيت نفسي في موضوعات علم الاجتماع الطبي اكتر. يمكن عشان كده انا اخترت الموضوع، ويمكن صدقني مصدقك جدا. الصحة موضوع حيوي يعني، فهو ده يمكن سبب اختيار. موضوع حيوي لكن النقطة الأولى اللي أنت بدأتيها ديت هي يعني لاقت مكان كبير قوي عندي لما قلتي إن كانت الظروف اللي أنا اخترت فيها كانت والدي تعبانة، وكنت حاسة إن إزاي هخدم في دراستي للظروف دي، لأن أنا شفت بنفسي عدد كبير من المحيطين بيا اختاروا موضوعات في أنواع كليات مختلفة بما يتفق مع الأسر اللي هم عايشينها ومشكلتهم، اللي خافت على شافت مثلا جدتها جالها الكانسر فراحت داخله كلية طب قسم الأورام واللي ده وهكذا. شفت ما شاء الله الاختيار بيكون من نبع من اللي انت بتتعرض له، البيئة اللي الإنسان عايشها والوضع اللي هو عايشه وحبه بقى. ما هو لولا حبك لوالدتك ما كنتش فكرتي إزاي تخدمي. وعلى فكرة على مستوى العالم كله الناس من اللي افتقد ابنه ولا افتقد زوجته اللي بيحبها بسبب مرض معين بيتبرع بأمواله في التخصص ده، يعني كنوع من المؤازرة وتحويل المحنة إلى منحة. فأنا هعوض أو هطلع عواطفي في زوجته ولا زوجه اللي مات في التبرع للتخصص ده اللي هو مات بسببه، في عشان يتم علاج الاخرين من بعده. فتشكري على الاختيار يعني، ربنا يبارك فيك. طيب قولي لنا لما فكرت في موضوع راس المال الاجتماعي، طبعا انت مفسرها وانا قرات رسالتك ما شاء الله عليكي يعني شاملها، بس عايز افسرها واوضحها، ايه المقصود براس المال الاجتماعي؟ بس هو المقصود برأس المال الاجتماعي في القطاع الصحي، لا في المطلق، هي شبكة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبعضهم وبعض وبين الأفراد والمجتمعات. بتكون شبكة العلاقات دي قايمة على نوع من الثقة، من التعاون، من المشاركة. يعني إزاي بتوفر لي شبكة العلاقات أو العائد من شبكة العلاقات؟ يعني يمكن أنا أعرف فلان دون، فمعرفتي بفلان ده مثلا سهلت لي مهمة معينة، ممكن أعرف فلان تاني فمعرفتي ده سهلت لي مهمة معينة. يعني يمكن دي فكرة بسيطة عنه، عايز اوضحها اكتر. هقول لك، هضرب لك امثلة وتقولي صح ولا غلط. اوكي ماشي. لما بنروح الافراح بيقولوا فين اصدقاء العريس؟ ايوه طبعا. فبيطلع مثلا 10 20 30 واحد من اقسام مختلفة، ما اصدقائه دول في كليات مختلفة واعمال مختلفة بس في سنه تقريبا يعني. كلهم بيخدموه وكلهم بيحققوا له طلباته اللي يكون متنوعة ومش عارف يجيب دي منين، ده بيجيبها له من هنا وده بيجيبها له من هنا باعتبار ان معلوماتهم متنوعة وهو طلباته كتير. متنوعة برضه. فما فيش حد صاحب يعرف يوفي كل طلبات صاحبه، فلازم الانسان يبقى يكون له شبكة علاقات، شبكة اصحاب علشان اصدقاء. والله شفت الكلام ده برضه في حالة الوفاة، لما الانسان عزيز له بيموت اصحابه اللي بيعرف يجيب له شهاده الوفاه، واللي بيعرف يجيب له ترخيص واللي بيروح له المقابر عشان يجهز له، واللي بيجيب له الكفن، واللي بيجيب، كل واحد بيعمل حاجه هو فاهمها. صح. فاذا الانسان لازم يكون له ايه؟ شبكه علاقات او اصدقاء. اصدقاء. فلازم الانسان يعيش بالناس. صح. ولا يعيش لوحده؟ مفيش حد يقدر يعيش لوحده. مين يقدر يعيش لوحده؟ محدش. لازم يعيش بمين؟ بالناس حواليه. بالناس. الناس دي ممكن يكونوا أصحابه وممكن يكونوا جيرانه وممكن يكونوا أهله. طبعا. المهم إن الأرواح شنو؟ مجندة. صح. مظبوط؟ مظبوط. يعني كأنها رسالة، نفرح الأب والأم يفرحهم لما يلاقوا ابنهم له أصحاب. طبعا. ولا يقفلوا على ابنهم من أصحابه؟ لا.
لو قفلوا على ابنهم او بنتهم من الاصحاب يحصل ايه؟ لما تعرضوا لمشكلة ولا حاجة مش هيشوه هيلاقوا حد لوحده. يأذرهم يسندهم يدعمهم كده. اذا راس المال الاجتماعي الاصحاب والاهل والمجتمع المجاور ليا وجيران. طب جار يعيش من غير جواره ولا يخبط عليه ويتعرف عليه، يبقى ده عنده شبكه علاقات؟ قافل على نفسه. طب لو قال اي مين اللي هيجي له؟ جاره اول ما يحصل اي حاجه يجري عليها على طول. طيب يبقى لازم في شبكه علاقات، لازم في اصدقاء. اذا راس المال الاجتماعي شبكه العلاقات اللي لكل انسان، صح؟ صح. طيب شبكه العلاقات ديت انت وظفتيها في جوده الخدمه والرعايه الصحيه. تمام. هي طبعا تتوظف في كل شيء. اوكي. انت بتتكلمي بقى على مجتمع، مش بتتكلمي على الافراد. صح. يعني انا كفرد شبكه علاقاتي بتخدمني انا لوحدي، صح؟ صح تمام. لكن انت بتتكلمي على جوده الصحه في مصر مثلا، صح؟ تمام. او في الاسماعيليه باعتبار ان انت خدت رسالتك منطقة على منطقة التطبيق. الإسماعيلية. فأنت بتكلمي على شبكة العلاقات الإنسانية في خدمة جودة الصحة في محافظة الإسماعيلية، صح؟ تمام مظبوط. طيب بتتكلمي بقى اعتبرتي محافظة الإسماعيلية شخص وكيان وله أصحاب وله شبكة علاقات داخلية. تمام. واللي هيكبر بقى ويدرس على مستوى مصر هيتكلم على شبكة علاقات على مستوى مصر في المحافظات، ويعتبر مصر كلها شخص واحد. شخص واحد فعلا. ولو هتكلم عن نفسي يبقى شبكة العلاقات لصحتي أنا. ليه أنا؟ مظبوط؟ مظبوط. طيب بنعتبر الدولة شخص وبنعتبر الإسماعيلية، دلوقتي أنت رسالتك في الإسماعيلية. أوكي. إذا الإسماعيلية هي البني آدم أو هي الشخص الكيان اللي أنت بتتكلمي عن شبكة العلاقات في داخل الإسماعيلية. مظبوط؟ لخدمة جودة الخدمة الصحية. الرعاية الصحية. طيب قولي لي بقى شبكة العلاقات اللي على مستوى مدينة الإسماعيلية أو محافظة الإسماعيلية. إيه هي؟ شبكة العلاقات في القطاع الصحي يعني؟ لا مش لسه، هنوظفها على كده في القطاع الصحي. انا عايز شبكة العلاقات اللي موجودة في محافظة الإسماعيلية. مش انت، هتكلم عن نفسي. انا ليا شبكة علاقات اصحابي. صح؟ المتنوعين. الجهات المسؤولة في الدولة بقى كل جهة على حدة. هي دي اللي بتدي الخدمة في المحافظة. ولا حضرتك تقصد ده جهات المؤسسات. طيب والافراد والمجتمع المدني؟ كل ده، كل يعني كل ده من يعتبر هو شبكة العلاقات المحافظة. إذا شبكة العلاقات اللي موجودة في المحافظة كل المجتمع المدني والمجتمع الحكومي، صح؟ صح. يعني الوحدة الصحية داخلة منها، المستشفى، المحافظة، المحافظ يعني وجهازه داخل منه، صح؟ طبعا. مديرية الصحة داخلة منها، رعاية الشباب داخلة منها، الاسعاف دي كلها اجهزه اللي هي رسميه. في كمان مجتمع مدني، الجمعيات الخيريه. صح. اي جمعيه خيريه موجوده بتقوم بدور يبقى داخله من ضمن شبكه العلاقات. اذا انت بتتكلمي على شبكه العلاقات في المجتمع المدني والمجتمع الحكومي او المؤسسات الحكوميه في خدمه ايه؟ الفرد الصح، الرعايه الصحيه في مدينه او في محافظه الاسماعيليه، صح؟ صح تمام. طيب كده وضحنا إن أصحابي أفراد. طب وأصحاب محافظة الإسماعيلية إيه؟ المؤسسات بتاعتها، مؤسسات وهيئات مدنية، مجتمع مدني وكده. مظبوط؟ مظبوط. طيب يبقى ده تفسير وضحناه. عايزين نعرف بقى التأثير على خدمة الرعاية الصحية. بس ليه الجانب الرعاية الصحية إيه أنواعه أول أو أول مفرداته؟ الرعاية الصحية ديت ما هيش مفردة واحدة، مش مثلا عملية جراحية بس. لا، في منها وقائية وفي منها علاجية. أيوة. الوقائية دي اللي هي زي التطعيمات والحاجات، كل البرامج اللي بتعملها عشان توقي من الأمراض، زي التطعيمات اللي بتتعمل للأطفال، ده الجانب الوقائي بتاعها. والتوعية. والتوعية والتثقيف. زي ما قلنا في الكورونا الكمامة. أي حاجة فيها، فيها وقاية. أي فيها وقاية. أيوة. الجانب العلاجي بتاعها بقى اللي هي الكشف الطبي، العمليات، التحاليل، الاشعه، اي فحوصات بقى او اي علاج او اي حاجه تستدعي دخولك بقى للمستشفى عشان تتعالج او كده. بس ده لسه في كمان بعد العلاج احتاجنا ادويه. في طبعا المستلزمات الطبيه والادويه وكل ده داخل برضو ضمن العلاجيه. وفي الخدمات الادويه اللي ممكن تاتي تطوعا او تاتي يعني بدعم من الاخرين او الانسان بيشتريها. تمام. او التامين الصحي. او اللي بتوفرها المستشفى نفسها. صحيح. اذا الرعايه الصحيه بهذا التنوع، مش كده؟ تمام. عايز اعرف بقى
تأثير رأس المال الاجتماعي على الرعاية الصحية في مدينة الإسماعيلية بالوضع الشرح اللي أنت بينت ده، إيه التأثير وإيه التوصيات اللي ممكن تقول لنا عليها من خلال دراستك الميدانية؟ يعني وهل ده النموذج اللي يجب أن يكون الأمثل في التطبيق في كل محافظة واللي على مستوى الدولة؟ ناخد فاصل وتقول لنا الإجابة السؤال ده، بيان أثر رأس المال الاجتماعي بكل مفرداته على الرعاية الصحية بكل أنواعها اللي هو الوقاية والتوعية والأدوية والعلاجات، وتأثيرها وإيه التوصيات اللي ممكن تقول لنا عليها للانتفاع بها. شكرا ليكي أستاذة دميانة، وشكرا لحضراتكم. إن شاء الله فاصل ونواصل مع الأستاذة دميانة محروس رياض جبرة. أهلا بحضراتكم من جديد مع برنامجكم كن أنت وحلقة خير خلف، اللي ضيفتنا النهاردة العظيمة اللي أنا فخور بالجلوس معاها في الاستوديو لهذا البرنامج، الأستاذة دميانة محروس رياض جبرة، اللي موضوعها رأس المال الاجتماعي وعلاقة رأس المال الاجتماعي بجودة خدمات الرعاية الصحية. أهلا بك من جديد أستاذة دميانة. قلنا قبل الفاصل احنا عايزين نعرف رأس المال الاجتماعي ده اللي عرفنا مفرداته على المستوى الفردي أصحابي، لكن على المستوى المجتمع المؤسسات الحكومية والمؤسسات في المجتمع المدني اللي هي الجمعيات الخيرية والأفراد واللي ممكن يتطوعوا في مثل هذه المسائل، ده رأس المال الاجتماعي على مستوى المجتمع أو المحافظة اللي انت بتتكلم عنها محافظة الإسماعيلية، وبعدين تأثيرها على أو جودة الرعاية الصحية، وعرفنا الرعاية الصحية منها الوعي ومنها الوقاية، الحاجات اللي هي الوقائية زي التطعيمات، ومنها العلاجات ومنها الأدوية. طيب إيه التأثير اللي انت درستيه وشفت لنا إيه في دراستك؟ لما بتتوفر شبكة العلاقات الاجتماعية الخدمة الطبية بتبقى أحسن. إزاي؟ يعني مثلا لما بتكون ليك شبكه علاقات اجتماعيه داخل المستشفى او في الاطار المحافظه اللي انت عايش فيها، ده بيوفر لك الخدمه بشكل اسرع وافضل. وضحي كمان. يعني مدى توفر اصدقاء جوه المستشفى بيخليك تاخد الخدمه بشكل اسهل اسرع. ده داخل المستشفى. انا بتكلم بقى المستشفى نفسها مع سائر المؤسسات الموجودة في الدولة في الداخل. لما بتتعاون كافة المؤسسات الموجودة في الدولة عشان تقدم الخدمة بتظهر الخدمة بشكل أفضل. يعني لو وزارة الصحة نفس لوحدها مش هتعرف تدي الخدمة الصحية بشكل أفضل، لازم تتعاون معها مؤسسات الدولة الأخرى علشان نقدر. أضرب مثال واقعي بقرأه في الصحافة. تمام. مستشفى كبيرة معروفة، وبعدين حالة مرضية حصل لها وفاة، قرايب المتوفى عليه رحمة الله بيكسروا المستشفى، فهنا مدير المستشفى والطقم اللي بيشتغل في المستشفى لو عنده شبكة علاقات هيقدر يهدي الجو أمام قرايب المتوفى أو قرايب المريض لو كان لسه ماتش، بيهدي الجو معاه، يبقى في علاقة، يعرف حد من قرايب المريض وهد الجو، او واحد له علاقه مع النجده نلحق يا بوليس الحقنا امنا من التكسير ده، او لو حدث يعني حريق لا قدر الله المطاف الحقونا. فلو حدث ان في شبكه علاقات وكلهم متعاونين هنقدر نوقد المشكله دي بدري. صح؟ صح. تمام. يعني انا كده فاهم صح؟ تمام مظبوط. طيب وضحي كمان بقى على مستوى باقي الاعمال الطبيه، الصيدليه مثلا عندها دواء ناقص، لو بتتعاون مع صيدلات تانية هتقدر ان هي توفر العلاج ده بسرعه. اذا لازم الصيدلي يبقى فاتح علاقات مع سائر الصيادله. طيب. ويبقى في نوع من التواصل ما بين الجهات اللي معاها الدواء.
تمام. وبرضو الجهات التي تصل الى الجهه التي تستخرج الدواء. مظبوط. تمام. طيب مشكله في عمليه جراحيه، مشكله في عمليه جراحيه مثلا، ما فيش جهاز مثلا، او ما فيش تخصص في المستشفى دي مثلا ان احنا نعمل العمليه دي، او الاجهزه مش متاحه مثلا ان احنا نعمل العمليه هنا، فهنوديه لمستشفى تانية. فلو ما فيش تواصل بين المستشفيات انا مش هعرف اعمل كده، لكن في تواصل خلاص هيحولوه بقى على مستشفى تانية يعمل العمليه دي مثلا. اذا ما فيش حل غير ان كل مستشفى يكون لها شبكه علاقات لخدمه المستشفى، والوحده الصحيه لازم يكون ليها شبكه علاقات اهليه ومؤسسيه. يعني عشان لو دخل مريض وزي ما ضربنا المثال كده بمتعصب، لو ان في موظف او من الموظفين اللي موجودين في المستشفى يعرف حد من دول، هيكون له اثر وتاثير في تهديد الاجواء. تمام. يقول له عشان خاطري، عشان خاطر فلان، انا هكلم ابوك، انا كده. يعني دخلنا في العلاقات الوديه ما بين الافراد، وبرضه العلاقات المؤسسيه. يعني كانك بتقولي يا كل وحده صحيه اوعي تعيشي في جزر منفرده عن غيرك، يا كل صيدليه اوعي تعيشي في جزر منعزله عن غيرك، يا كل مؤسسه صحيه لازم يكون ليكي شبكه علاقات وتختاري الموظفين بتوعك. تفرحي لو موظفينك يعرفوا الاهالي ويعرفوا المرضى، بيساعدوهم. يعني لما المستشفى تبقى عارفه الاهالي حوالين المنطقه ممكن تستعين، بس لما تيجي تعمل تطعيمات ما بتبقاش عارفه اماكن البيوت والناس اللي عندها اطفال مثلا، عشان التطعيم مثلا ده شان الاطفال. لو هي عامله علاقات بالافراد المحيطه تستعين بحد من الافراد دي يروح يوصلها مثلا، لا البيت الفلاني ده فيه اطفال اقل من 5 سنين، لا لازم ياخدوا مثلا تطعيم شان الاطفال، وهكذا يعني. وبالمثل هيساعدوهم. وعشان نخدم اكتر، مش لازم يكون فيه يعني معلومات تتاح لكل مستشفى ولكل وحده صحيه طبعا للافراد والناس اللي يعرفوا بعضهم؟ طبعا. يبقى انا عارف الارقام اللي هتصل بيها، ونوع من العلاقات عشان اكونها اكتر، يبقى في زيارات متبادله ما بين المديرين المستشفيات وبعضهم، او مكان يجمعهم في يعني اي منتدى علمي ممكن يتم بالتواصل ده، يعرفوا بعض. ما هو يعرفوا بعض ازاي؟ ما هو لازم يبقى فيه سبب من اسباب لقائهم. صح تمام. دعيتي في رسالتك الى وجود علاقات عامه زي دي؟ من التوصيات بتاعتي كانت كده. قولي لي توصياتك، من اهم توصياتك يعني. انا ممكن اقول المشكله والتوصيه لحلها. اتفضلي. يعني يمكن اهم المشكلات اللي كانت بتواجه المرضى كان عدم وجود تغطيه صحيه شامله، لان كان المواطن بيتحمل 70% من الانفاق الصحي، وكانت الحكومه بتتحمل 30% بس. ويمكن ده دلوقتي اللي انا كنت قلته، ويمكن ده دلوقتي الدوله بدات تعمله في قانون التامين الصحي الشامل اللي اتطبق في بورسعيد وجرى تطبيقه في محافظه اسماعيليه ومحافظه الاقصر ومحافظات المرحله الاولى وبعد كده محافظات المرحله الثانيه. من فضل الله. فيعني كانت هي دي اهم مشكله، ان عدم وجود تغطيه، والدوله بدات تحل ده فعلا بقانون التامين الصحي الشامل اللي هو يعتبر يعني قانون عظيم جدا. هو قانون رقم 2 لسنة 2018 اللي رئيس الدولة بيقول ان احنا نخلصه في 15 سنة، وكمان عايز يكثفه ل10 سنين. ويمكن الدول المتقدمة اصلا عشان تعمل حاجة، تعمل تغطية صحية شاملة او تأمين صحي شامل، يعني ألمانيا على سبيل المثال قعدت 132 سنة. 132 سنة والرئيس لسه عايز يعملهم في 10 سنين. في 10 سنين ان شاء الله يتعمل. يعني القانون اتعمل في 15 وهو هيختصر الزمن ل 10 سنين. زي شبكه الطرق اللي رئيس الوزراء قال احنا كنا عاملينها ل يعني 20 30، تم تنفيذها كلها. تمام. والوقت بيخططوا لما بعد. اللي بعده. كمان من اهم اللي كانت المشكلات او المعوقات اللي بتعوق المرضى وكان بيقولوا لي عليها، ان مثلا في ضغط على المستشفى، يعني في مرضى كتير بترددوا على دكتور واحد مثلا، فالدكتور ما كانش بيقدر يقعد الوقت الكافي مع كل مريض لان هو عنده عدد مرضى لازم يخلصهم، فكانوا بينتظروا كتير، وكانوا مش بس بينتظروا كتير، ما بيقدروش ياخدوا الوقت الكافي مع الدكتور. انت عارف طبيعه الشعب المصري، هو ممكن يكون تعبان من بس بيحب يحكي. بيحب يحكي. عايز يحكي. كان الموضوع ده اندثر من فتره، واللي بدا يرجعه ده شيء طبيعي، والطبيب لازم يسمع برضه.
ما هو بيسمع بس، عارف انت لما يكون على حساب مثلا في الآخر. ساعة يدخل مثلا 100، فهو كل مثلا مريض هيدخل 5 دقايق، ولو تعديت انا مش في مرضى تانية تعبانين مش هيدخل. فاللي ده يمكن الدولة بدأت تعمله في موضوع طبيب الأسرة اللي موجود في نظام التأمين الصحي الشامل. هو أصلا لما يبقى طبيب الأسرة كان موجود زمان واندثر، ويمكن ده اللي هيطبق في قانون التأمين الصحي الشامل، اللي هو طبيب الأسرة اللي هو هيبقى عارف حالة كل فرد في الأسرة وعارف الأسرة وعنده يعني دايما تحس ان الشعب المصري بيحب اللي يتكلم معاه، فهو خلاص بقى هيبقى متعود عليه وعارفه. مش كل مرة هروح اكشف على الدكتور شكل، لا ده انا هيبقى عندي طبيب اي حاجة ألجأ له على طول. فدي دي يمكن يعني اصبح طبيب الاسره هو الحل لمشكله طابور الانتظار، او جزء من حل في طابور الانتظار اللي بيؤدي الى كثره الكلام مع الطبيب وضياع واخذ وقت كثير من وقته. كمان كانت كنا من اهم المشكلات ان البنيه التحتيه، او مش البنيه التحتيه يعني المستشفيات، عايزين نزود عدد المستشفيات، نزود عدد الاسره، نزود. وده اللي حصل فعلا تقريبا حوالي الفتره الماضيه حوالي 100 مستشفى جديده اتبنت. صحيح، فاحنا بدانا هو نطور في البنيه التحتيه، واكثرهم جهود ذاتيه. يعني بدانا نطور في البنيه التحتيه للمستشفيات حاجات بقى كتير. نعم، طيب ده عن توصيات حضرتك في خدمه الرعايه الصحيه، ان ملناش حل غير ان احنا نتالف ونتعاون. ملناش حل غير ان احنا نصاحب بعض ونعرف قدرات بعض ايه، وكل واحد فينا على قد ما يقدر يساهم، على قد ما يقدر يساعد، لان هو برضه هيحتاج غيره انه يساعده. فلازم يبقى في نوع من التبادل، لان الناس لبعضها والمؤسسات لبعضها. يعني زي ما الافراد لبعضهم، المؤسسات برضه لبعضها. زي ما احنا وقفنا جنب الوحده ديت، الواحد تقف جنبنا. الشبكه دي هي الاساس والضمان لجوده الخدمه. تمام. اللي عاوز يجود خدمته يتعاون، اللي عاوز يستعلي بنفسه ويقول انا وخلاص، اذا لن يكون من الخدمات الجيده، هيكون على قده، مش كده؟ طيب لما هتفكر ان شاء الله في موضوع الدكتوراه، وانا سجلت بالفعل، سجلت بالفعل عن فيروس اخترت كورونا، موضوع ايه؟ التغيرات الاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا. برضه في الصحة برضه. ما هو مجالي بقى. ما شاء الله. يعني عايزة أشوف بقى الأثار، تأثير فيروس كورونا على الأفراد في المجتمع. يعني مثلا في مجموعة من الأفراد فقد وظيفتهم أو دخلهم قل. كمان أثرت على العلاقات، مش عارفين بقى هنشوف التأثيرات دي كانت إيجابية ولا سلبية، إن الأفراد قعدوا مع بعضهم أكتر بسبب العزل المنزلي والحجر الصحي والحظر اللي اتعمل ومش عارفه ايه. فانا عايزه اشوف بقى تاثيرات فيروس كورونا على افراد المجتمع، سواء من الناحيه الاجتماعيه او من الناحيه الاقتصاديه او على الاسره نفسها او حتى من الناحيه الصحيه. بس انا في نظري يعني الدراسه ديت متعجله، هي مطلوبه. ده مهمه جدا. تمام. مهمه للخطوه القادمه، بس ما هياش مؤشر يعني يعتمد عليه. ليه؟ دايما المرحله الانتقاليه ما تاخديش منها قرار. المرحلة الانتقالية من حالة كانت يعني مجتمع منفتح، ثم مرة واحدة جات له الجائحة وقفته، فأصبح الانغلاق وفتح جزئي ونوع من الخوف، لأن في ناس كتير عندها فوبيا الكورونا دي طبعا، وده أدى إلى يعني تأثيرات سلبية ما بين الزوجين نوعا ما، ما بين الاسره وبعضها، ما بين الجيران وبعضهم، ما بين اصدقاء وبعضهم. فوبيا الكورونا، وخاصه لما نسمع ان فلان قريبي مات وفلان اصيب وانا اصبت وانا كان، والخوف بقى من بعضنا، ده ادى الى نوع من الاضطراب، وان شاء الله يزول يا رب، ان شاء الله إن شاء قريبا الله يزول. بزنة. لكن الفتره دي اسمها فتره انتقاليه، فلما تدرسي الفتره دي لازم نسميها الفتره الانتقاليه، اللي هي جائحه، فتره جائحه مش فترة اعتياد، صح؟ تمام. فلما نطلع منها لدراسة، هنطلع لدراسة خاصة للمرحلة دي، لكن مش هتكون بإذن الله للمستقبل، لكن فيها تأثير للمستقبل. عارفة هو ايه؟ في تجنب يعني لو حصل جائحة بعد كده، ما الناس تبقى عارفة اللي حصل، يعني معلوماتك عن اللي فات يعني بتخفض من اللي جاي شوية. زي ما حدث الانفلونزا الإسبانية
2018 و19 عفوا 1918 و19 اللي مات فيها حوالي 50 مليون. جابوا لنا بعض الصور، كان ما كانش في تصوير زي دلوقتي، لا ما كانش بس جابوا لنا بعض الصور ان كانوا برضه ماشيين بكمامات برضه. لكن لو كان ده موثق وواضح ومكشوف كنا احنا كنا نقلنا التجربه الى هنا على طول ولبسنا الكمامات واسرعنا. صح تمام. لكن نظرا لعدم وجود التوثيق ده ادى الى ان اخذت فتره طويله الاعلاميه عشان نقنع الناس والمواطنين على مستوى العالم. صح. مش على مستوى مصر بس، على مستوى العالم، ده جائحه عالميه فلو التجربه دي لما تدرس زي ما انت بتقولي هتقنن لخدمه الجوائح، لا قدر الله لو حدثت جوائح اخرى في المستقبل يبقى درسناها ونجيب التجربه ونشوف ايه اللي تم فيها. تمام. لكن باعتبار انت مصريه تمام وفي نفس الوقت شكلك مطلع ومهتمه بالجانب الصحي، هيحدث في المستقبل الدراسه او البيتوتيه، يعني النظام الانساني سيكون بيتوتيا في المستقبل؟ يعني غالبا احنا كنا بننزل ايه، العمل في الميدان في المكتب طبعا. العمل في الشركه، العمل في المصنع، تحول العمل بنزل الشارع مظبوط. الوقت بعد تجربه او جائحه كورونا واعتياد بعض كثير من الشعب على الطلبات الاونلاين اللي هو بالتليفون وتاتيني ويتم العمل عن طريق النت والتعليم عن بعد طبعا. فهل في المستقبل هيحدث تغيير انساني على مستوى الانسانيه وهيكون النظام بيتوتي، التعليم بيتوتي من البيت؟ أعتقد أن ده ممكن يحصل بس على المدى البعيد. أشتغل ولا في البيت؟ ممكن يحصل بس على المدى البعيد. هيحدث. يعني مش مش قريب، هيحصل بس على المدى البعيد. يعني إيه على المدى البعيد؟ يعني مش في الفترة الحالية. يعني هيحتاج وقت علشان الناس تقتنع بالفكرة وتعرف تعملها وتطبقها. أنا أشتغل في البيت. ده مضطر. ده مضطر. الوقت لما يجي نقول إن في شهر ما حدش هينزل من بيته. لما يكون في فالناس تعمل ايه؟ ما يكون في سبب ماشي، احنا مضطرين خلاص، احنا كلنا هنتعامل مع طب لما الوقت. بس بعد زوال السبب. ايوه السبب ده طال. هو طال فعلا. من ديسمبر 2019 فعلا. طيب ديسمبر 2019 واحنا النهارده في 21، يعني المساله طالت وممكن نهايه 21 افترضي. تمام. سنتين، السنتين دول في جيل اعتمد عليه، اخد عليه. صح. فممكن وخاصة كمان السيستم في التعليم حاول يجيب بدائل علشان الطلبة مصلحتها ما تضيعش، فعملوا لنا الامتحان اونلاين وعملوا لنا الدراسة اونلاين مظبوط؟ مظبوط. طيب لما هم صرفوا كتير عشان يعملوا امتحان اونلاين وصرفوا كتير عشان يعملوا دراسة اونلاين وكمان البيع اصبح اونلاين في طلبات الاكل والشرب والاحتياجات حتى الملابس والملابس اصبحت اونلاين. طيب الصرف ده والاعتياد ده ممكن يكون حياه راتبه للمجتمعات في المستقبل ولو بنسبه 30% من الشعب؟ مش ممكن. هقول نسبه 70%، هنقول نسبه 20%. ال 20 دول مش قليلين. لا مش قليلين، لان دول هيكتروا لو نجحوا من بيوتهم، هيكتروا طول ما انا قاعد في بيتي وبكسب وانا قاعد في بيتي وبشتغل وانا قاعد في بيتي وبتعلم وانا قاعد في بيتي. يعني ده مش هيؤدي الى ان غيري يقلدني؟ لا هيخلي غيري يقلدني، لان غيري عايز مكسب، كل يهمه مكسب من حلال. صح. طيب شافني انا قاعد وبنزل وبشتغل عن طريق الموبايل، ده حتى صار تحويل المال كله بالموبايل، يعني الشمول المالي. الشمول المالي ده مشروع لو تحقق محدش هيعرف ياخد فلوس ويصرف. لا مفيش فلوس بقى، هيبقى كله عن طريق الموبايل. الاجيال القادمه هتاخد عليه ولازم تعمل بيه، ده على مستوى العالم كله. ده مش هيؤدي الى تغيير نظام المجتمع؟ لا هيغير نظام في ان نكون بيتوتيين ونكون نتعامل كده بدون مؤسسات. المؤسسات دي هتبقى شكليه يعني او هتبقى للضروره للحاجات اللي هي اساسيه. ده شكلك وانت بتدرسي النظام المجتمعي الصوره دي ممكن تتحقق؟ خيال ممكن تتحقق. ممكن ولا تحققت بالفعل في جزئيا؟ تحققت جزئيا في اثناء فتره كورونا، كانت الناس مضطره فخلاص هو ده الوضع اللي احنا هنتعمل فيه، خلاص تحققت في الفتره دي. بس ما اعرفش مع زوال
السبب هترجع تاني، اعتقد انها هترجع تاني. يعني انت متفائلة ان ان شاء الله لازم نرجع تاني ونرجع للمجتمع المفتوح والدراسة هو المفتوحة. المصريين بيحبوا النظام ده يعني. هي الدراسة المفتوحة فيها إنسانية. ليه؟ أنا لما بروح المدرسة بقابل أصحابي وزملائي، فبيبقى فيه لحمة يعني مطلوبة، صح، وبقابل المدرس وجها لوجه، ده اللحمة دي لها طعم غير عادي. ده الناس اللي بتشوف أفرادها أو الناس الإعلاميين ما بيشوفوهمش غير في التلفزيون، ساعة ما بيشوفوهم في أماكن أخرى بيبقوا فرحانين إن شافوهم. فشيء طبيعي فرحة الإنسان، عشان كده الإنسان اسمه إنسان، بيأتلس لغيره. صح، فإحنا طمعانين إن الأمور ترجع إن كما شاء كانت، الله بإذن الله. لكن مع ذلك إدارة العمل ما فيش فيها عواطف. صح ممكن تكون إدارة العمل من البيت. صح إيه اللي يمنع إدارة العمل من البيت؟ طالما مفيش معنى، النزول اللي لازمته إيه؟ ده أنا هزحم مواصلات. كده كده بعمل شغلي وكل حاجة تمشي تمام. طالما شغلي مطلوب يكون أونلاين. إذا ممكن نقول الأعمال اللي هتكون تصلح للأونلاين هنخليها زفت نخليها بيتوتي، والأعمال التي لا تصلح إلا المواجهات أو الخدمة المواجهة فيها بترفع من شأن الإنسانية تبقى إنسانية. طب قولي لنا فكرة أو فكرتين في موضوع كورونا ده اللي أنت بدأت فيه موضوع الدكتوراه، اللي يعني لطيفة من لطيفتين أو لطيفتين من اللي أنت شايفاهم في تأثير كورونا. لطفتين يعني ايه لطيفه؟ يعني فكرتين خفيتين كده ممكن تظهريهم، ما هو الامر اللطيف الامر الخفي بس الجميل اللي ممكن يفيدني فكريا. مش عارفة بصراحة ايه اللي ممكن اظهره في تجربة كورونا. حاجة لطيفة، هي الحاجة اللطيفة طبعا ان لما ان مثلا حصل يعني الاسر لما مثلا حالة بتحصل لها كورونا، طبيعة المصريين بتلاقيهم الجيران بيساعدوها ده في كل الوقت، لكن في الأول كان الكل بيخاف. أول ما حد شوف حالة الوفاة اللي تمت لطبيبة وراحت تتدفن ما وأهل حدش القرية إلى احنا بنقول اللطيف بقى. دلوقتي شافوا الوضع بقى عام ترحمهم. رجعت مصر الأصيلة اللي هو التراحم، ونقف جنب المريض والمتوفى ياخد حقه. ده أمر ده أدى إلى زي ما الوقت حالا بعد لما قالوا إن في الموجة التانية بتاعت كورونا، كل واحد بيصاب بالكورونا أصبح الشعب اتحصن من الموجة الأولى، فيبعت الأكل للمصاب أو للأسرة المصابة من قرايب بعض، والتراحم اللي تم ما بين الناس وبعضها ده بسبب الموجة التانية. أيوه لما اتجرب علينا الموجة الأولى واتدربنا، بالفعل فده أمر أظهر جمال الشعب المصري وأصالته الأصيلة اللي هو التراحم بقى بتاعه. اتدرب، كان خايف، موضوع كورونا ده كان رعب رعب، ونعذر كل من كان مرعوب، ده نعذر أو حاجة أول مرة نتعرض لها أول مرة فطبيعي، تعرض ده. فالناس كانت خايفة فده طبيعي، بس بعد كده بقى أدركوا الموقف، لما أدركوا الموقف ظهر طبيعة المصريين. ظهر طبيعة المصريين الحقيقية. إيه بقى طبيعة المصريين الحقيقية في كلمة أخيرة؟ ايه اجمل شيء شفتيه في المصريين؟ هم نبلاء كرماء يعني هو شعب ما فيش منه مثيل بالحقيقه يعني في كل حاجه. التعاون والتراحم. صح. ومعلش نقف جنب بعض، يعني الشعب اللي يقول لك يعني يا عم مشكله كبر راسك خلاص قضاء اخف من قضاء، يعني كل المعاني الحلوه دي اللي بتؤدي الى فوت المحنه علشان اللي جاي احسن، اللي جاي احسن. ايوه دايما متفائل. عنده روح الفكاهه. شكرا ليكي يا استاذه دميانة، بنشكر حضرتك وبنأكد شكرنا لوالديكي واسرتك العظيمه حبيبك. وكل اب وكل ام يقف جنب بنته مرتين، دايما أأكد بنته بالذات وجنب ابنه. صح. يعني بنته دي انا في نظري محتاجه توصيتين او ثلاث توصيات، وابنه محتاج توصية. صح. لأن ابنه على مستوى التاريخ السابق كل أب وكل أم بيقف جنب ابنهم، لكن يعني بقالنا فترة بس قليلة في عمر المجتمعات بدأ الأسرة تهتم ببنتهم وتوقف على رجليها وتخليها يكون لها مركز مالي ومركز علمي ومركز مجتمعي،
بتمنى ان كل بنت مصريه زي كل ابن مصري يكون له مركز مالي ومركز علمي ومركز مجتمعي له وجود، لان الرجال والنساء هم بنات الحضاره، مش الرجال بس ولا النساء بس، ومحدش يعلي طرف على طرف. بس المراه انظلمت فتره طويله وخلوها مواطن من الدرجه الثانيه، وكفايه عليك بيتك وخدمه الاولاد وتتحبس. طب ادى الى ايه؟ ادى الى ان احنا ما شفناش الحضاره اللي غيرنا شافها، غيرنا اللي قال لا الرجل والمراه سواء، صارت بلادهم متقدمه وبنقول عليهم دول الحضاره واحنا دول العالم الثالث، الثالث مش الثاني حتى. لا ان شاء الله هنبقى زي ما سيادة الرئيس قال، مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. شكرا ليكي استاذه المياره مجددا، وشكرا لكرم حضراتكم في كرم المتابعه، ودايما يا رب نلتقي ونشوفكم وانتم في احسن حال.